كننظموها من اجل الاعلان عن الدليل الموجه للزميلات الصحفيات والزملاء الصحفيين حول اليات الامم المتحده لحمايه الندوه الصحفيه ديال اليوم. كتجي باش نقدموا واحد الدليل على موضوع ديال الاليات الحمائيه للاليات الحمائيه الامميه في مجال حمايه حقوق الانسان، واحد الدليل موجه للزميلات الصحفيات والصحفيين في هذا المجال. هذا الدليل هذا كيجي واحد النتيجه ديال واحد النقاش معمق جمع مجموعه من الفاعلين، صحفيين مهنيين، صحفيات مهنيات، فاعلين حقوقيين وخبراء في مجال حقوق الانسان واكاديميين. هذا النقاش هذا اللي بدينا فيه، وهذا النقاش هذا اللي كان الثمره ديالو هو هذا الدليل اللي كنشوفوا حنايا غادي نقدموه في هذه الندوه الصحفيه. على مستوى اخر كاين هذا الدليل هذا كيجاوب على جوج مستويات. المستوى الاول هو تقويه قدرات الصحفيين في توفير واحد المعلومه صحيحه للمواطنين في مختلف الاليات الامميه الحمائيه لمجال حقوق الانسان. كما لا يخفى عليكم فان المغرب بحاله بحال مجموعه من الدول في الدول ديال العالم، وكيكون الموضوع ديال الاليات الحمائيه، يعني كيكون واحد التفاعل ما بين مؤسساتنا الوطنيه والمجتمع المدني ديالنا مع الاليات الحمائيه الامميه لحقوق الانسان، سواء تعلق الامر بالاليات التعاقديه او الاليات غير التعاقديه. وبالتالي فالتقويه ديال القدرات ديال الصحفيين ونديروا لهم واحد الدليل المبسط هذا في هذا المجال هذا هو من اجل التبسيط عليهم وتسهيل العمليه ديالهم باش يحصلوا على واحد المعلومه اللي مرتبطه بتفاعل مؤسساتنا وتفاعل المجتمع المدني ديالنا مع مختلف الاليات الحمائيه الامميه لحقوق الانسان وتوفير المعلومه الصحيحه للمواطنين في هذا المجال هذا. لا يخفى عليكم على انه بزاف ديال المرات كتكون دورات كثيره واستحقاقات كثيره مرتبطه بما هو اممي حمائي في مجال حقوق الانسان مرتبط ببلادنا المغرب وما كنلقاوش الصدى ديالو في الاعلام الوطني، سواء تعلق الامر بالاليات التعاقديه او الاليات غير التعاقديه. هات الدليل باش يبسط للصحفيين يقول لهم راه فوالا ممكن تحصلوا على واحد المعلومه انطلاقا من هات الاليات هذه الا تبعتوها بواحد الشكل جيد وبواحد الشكل اللي هو مهني بيان سور، وواحد الشكل اللي هو يرتبط باخلاقيه المهنه مهني وبواحد الشكل اللي هو فعال. وبالتالي هات العمليه هذه اللي ممكن يديروا الصحفيين كيسهلوا على انهم يوصلوا واحد المعلومه صحيحه ومفيده للمواطنين. المستوى الثاني هو انه هات الاعلام هذا نفسه راه موضوع ديال هات الاليات الحمائيه الامميه المرتبطه بحقوق الانسان، وهذا الشيء اللي حاولنا نشرحه بشكل من الاشكال في الدليل. المستوى الثاني كيف قلنا على انه هات الاعلام مثلا حريه الاعلام وضعيه الاعلام في بلادنا كتكون موضوع مختلفه الاليات هذه والتفاعل معها. وبالتالي فالاعلام اللي كيتبع الاليات هذه وكينقل المعلومه الصحيحه للمواطن عوض الاستكانه فقط الى المصادر الرسميه او ما تجد به المصادر الرسميه، وفي نفس الوقت على انه كيقلب على شنو كيقول المجتمع المدني المغربي، شنو هي الردود ديال المجتمع الدولي في مجال حقوق الانسان لا سيما على مستوى مجلس حقوق الانسان في جنيف. هذا الشيء كامل كيخلينا على انه الصحفي كيكون كيعطي للمواطن واحد وجهه نظر متعدده الزوايا ومتعدده الرؤى. العقد الاول من 2003 دارت النوبه الثانيه في 2012، النوبه الثالثه دارت في 2017.